أنت أصدق أم الله؟ لابد يقول الله. هل أنت استطعت أن تأتي بكلام أفصح وأبيض من كلام الله؟ لابد يقول لا، كلام الله سبحانه. هل أنت تريد هداية الخلق أكثر مما أراد الله؟ لا. إذا نرجع للكتاب والسنة ثم نسأل أيضا، هل أنت أعلم أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصدق أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنصح للخلق من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل تريد هداية الخلق أكثر مما أراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. أحاديث كثيرة، كتاب وسنة وإجماع وعقل، ويأتي بعد هذا من يتكلم في ذات الله سبحانه وتعالى وينكر صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. نعم، فهؤلاء أنكروا، والبعض يبتدع ويقول أنا لا أثبت صفة الكلام لله ولا أنفيها عن الله، توفق لا أثبت ولا أنفي. لماذا؟ قال أخاف. تخاف من ماذا؟ قال أخاف أن أقع فيما وقع فيه الفرق الضالة. طيب أنت الآن جئت بأكثر مما جاءت به الفرق الضالة، لماذا لا تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا تؤمن بما آمن به الصحابة رضوان الله عليهم؟ ولهذا قال الجماعة، وفي رواية قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن أنا عبد مسلم، يعني أسلم لله، ليس لي إلا الرضا والتسليم، أقول آمنت وصدقت وسلمت. الله سبحانه وتعالى أثبت لنفس الكلام أثبت، وأنزه الله سبحانه وتعالى مثلة الخلق. أما أتوقف؟ والبعض قال أنه لا يمكن أن هذه المعاني أيضا يفهمها النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هؤلاء يعني أهل الضلال المتهوكين والحيارة والمجوس والصابئة وعلماء الفلسفة والكلام، قالوا هؤلاء أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما معنى هذا؟ معنى هذا أننا ما استفدنا شيء من نزول القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول وكلم الله موسى تكليما وكلمه رب حتى يسمع كلام الله وناداهما نداء ما يمكن أن يكون بصوت حروف ومناجاة تكون للقريب ومناداة للبعيد، وقال يقول ننكر هذا كله؟ قال نعم. أو تتوقف وتكون مع من؟ مع من توقف فيما القرآن مملوء به إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. نعم. ولا تكف القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجه. ولا بعض الناس يبدأ ببدعة صغيرة، الجهل والجعل صنعوا أشياء في أول الأمر كانت يسيرة، خالفوا أهل السنة، خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، خالفوا الكتاب، خالفوا السنة، خالفوا السلف الصالح، ثم بعد زمن أصبح هذا الجعل والجهل رأس لفرقة ضالة. احذر، اتق الله، لا تخالف، قد تكون يوما من الايام نسال الله عافية السلامة راس لفرقه ضاله، نسال الله عافية السلامة، كما حصل من هذا الجعد والجهد. نعم. ولا تقل القران خلق قراته فان كلام الله باللفظ يوضح. نعم، يعني الان كما قال ايضا حافظ بن احمد حكيم رحمه الله، يقول الصوت الآن عندما أقرأ هذا صوتي أنا، صوتي أنا مخلوق، وعندما أكتب هذه كتابتي أنا، لكن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا.
تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب ابن عبد المطلب، أنت تحكي كلام النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أضاف الكلام إلى من؟ إلى الله، مع أن الذي تكلم به هنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق، فلا بد أن نفرق. فقلنا أن أهل السنة والجماعة صلى الله عليه وسلم يثبتون صفة الكلام لله سبحانه وتعالى لوجه الله، وسواء تكلم الناس، قرأ الناس القرآن، أو كتبوه أو حفظوه، فلا يخرج عن كون كلام الله. فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو كلام الباري سبحانه وتعالى. نعم. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. نسأل الله من فضله. أعظم نعيم وأكثر ما يتشوق إليه المسلم رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. رؤية الله سبحانه وتعالى في عرصات يوم القيامة وفي الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. وعجيب ممن ينكر الرؤية، لأن الإمام الشافعي قال رحمه الله كلا في قوله سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال إذا حجب أعداء رآه أولياء. وقال بعض العلماء حري بمن أنكر رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة على ما شاء الله سبحانه حري بها ألا يرى الله. أكثر ما يتطلع إليه المسلم رؤية الله، نسأل الله من فضله. وأعظم نعيم في الجنة رؤية المؤمنين لربهم، نسأل الله من فضله. لماذا؟ لأن هؤلاء لو أثبتوا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة، معنى هذا إذا كان الله يرى يوم القيامة هذا معناه أن له صفات، لأنه لا يمكن ترى شيء إلا ويوصف، وهم أنكروا الصفات. فعندما أنكروا الصفات أدام هذا إلى إنكار الرؤية، أنه لا يمكن يرى شيء إلا وله صفات، وإلا ترى عدم ما ترى العدم أصلا. أدلة كثيرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. من فسر الزيادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن نعدل عن تفسيره عليه الصلاة والسلام. أدلة من الكتاب ومن السنة، قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة. فماذا نصنع؟ نقول آمنا وصدقنا وسلمنا ونسأل الله من فضله. نعم. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. نعم، يعني كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، يعني لا انضم بعضكم إلى بعض في الرؤية. شبه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، لأن الله ليس كمثله شيء والسميع البصير. فنرى الله سبحانه وتعالى عيانا بأبصارنا متى؟ يوم القيامة وفي الجنة. أما في الدنيا لا يمكن، إن نفسا قال عليه الصلاة والسلام لن ترى الله حتى تموت. ولأن بعض الناس يعني يتوهم ممكن ينزل عليه جبريل بالوحي صحيح في هذه الأيام، وهناك من يدعي النبوة في هذه الأيام صحيح. رجل عابد كان يصلي بالليل وليس معه أحد، وهو يصلي وإذا بنور يأتي من جهة القبلة، نور قوي، ثم اشتد النور حتى رأى شيء على عرش، فقال له أي عبدي فلان، يعني سماه باسم، إنني أنا ربك، ايش تصنع؟ ها
هذا رجل من أهل السنة تعلم المعتقد، معتقد أهل السنة إن نفسا لن ترى الله حتى تموت. فماذا صنع عندما خرج له هذا النور وقال له إنني أرى ربه؟ بسط في وجهه وقال أخسع عدو الله. من هذا؟ إبليس. لو سمعت يوما من الأيام وحدك أي عبدي فلان اقرأ، ايش تقول؟ ما أنا بقارب؟ كفرك. هناك في هذه الأيام من يظن أنه قد ينزل عليه جبريل عليه السلام بماذا؟ بالوحي. وكل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والله كاذب وكافر، كفر أكبر. إذن أهل السنة والجماعة صلى الله عليه وسلم يواكم منهم يثبتون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى، رؤية حقيقية. نعم. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح. قل هو الله أحد، سورة الإخلاص، تخلص قارئها من الشرك. سميت بهذا الاسم لأن تخلص قارئها من الشرك. إذا وسوس إليك الشيطان العلاج اقرأ سورة الإخلاص. ولأنها أخلصت في وصف الله، قل هو الله أحد، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته. الله الصمد تصمد إليه الخلائق في حوائجها، كل شيء مفتقر إليه ومستغني عن كل شيء. الله الصمد لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. لماذا؟ لكمال أحدية وصمدية وكمال غنى. في الغالب أن الولد يشبه الأب، وفي الغالب أن الأب يحتاج للولد إذا كبر. والله سبحانه وتعالى غني عن الوالد والولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، شبيه نظير مثيل لكمال غناه وكمال أحديته وكمال صمديته سبحانه وتعالى. نسبة الولد إلى الله كفر أكبر. نعم. وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث المصرح رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. نعم، إذا أردت تنجح وتفوز كن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، إثبات وتنزيه والمعاني معلومة والكيفية علمها عند الله والسؤال عنها بدعة. لا تسأل كيف، قل آمنت صدقت سلمت. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، قال يقول الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ مالك رحمه الله يعظم الله، إمام من أمة أهل السنة، طأطأ رأسه وعلاه العرق الرحضاء، كيف يسأل؟ كيف يتكلم في ذات الله؟ كيف يتجرأ هذا الرجل ويتكلم بهذا الكلام؟ فقال الاستواء معلوم، يعني نعلم معنى الاستواء، على وصعد واستقر وارتفع، والكيف مجهول، لا يمكن أن نعرف الكيفية لأن لم نرى الله ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وليس له مثيل. والكيف مجهول، نؤمن أن لا كيفية لكن هذه الكيفية لا نعلمها. والإيمان به واجب، وجب أن نثبت لله استواء حقيقي لخجلات عظمة الأمات الاستواء المخلوق، والسؤال عنه بدعة. أخرجوا الرجل فإنه مبتدع، تأديب. كيف يتكلم، كيف يسأل عن أشياء لم يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم؟ يا أخواننا لا يمكن أن نسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة رضي الله عنهم. أتقى لله منا، والمسؤول أعلم الخلق بالله وأنصح الخلق للخلق، صحيح؟
إذا ما يمكن أن نسأل عن أشياء ما لا تصنع. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، آمنا وصدقنا وسلمنا. نعم. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. أهل السنة والجماعة صلى الله عليه وسلم منهم يثبتون لله يدين اثنتين حقيقيتين تليق به سبحانه وتعالى لا تماثل أيدي المخلوقين. إثبات تنزيه معاني معلومة كيفية علمه عند الله. وبعضهم قال لا، لا نثبت اليدين لله. لماذا؟ لأن لو أثبتنا اليدين لله مثلنا الله سبحانه وتعالى بالخلق. ومن قال لك تصنع هذا؟ إبليس. قال الله ليس كمثله شيء. نسأل هذا الذي ينكر صفة اليدين لله، نقول هل لله ذات؟ لابد يقول نعم. ولك ذات؟ يقول نعم. وهل يلزم من إثبات الذات أن تكون مماثلة الذات؟ يقول لا. إذا كما أن نثبت لله ذات ليست كالذوات، أثبت لله يدين ليست كأيدي المخلوقين. صحيح؟ نعم. طيب الله سبحانه وتعالى له صفات ليست كالصفات، وله ذات ليست كالذوات. إذا الحمد لله، إثبات وتنزيه. نثبت لله يدين اثنتين حقيقيتين، وثبت لله سبحانه وتعالى صفة اليدين بالكتاب لما خلقت بيدي وغيره من الأدلة، وبالسنة وبالإجماع أجمعت الأمة على إثبات صفة اليدين لله سبحانه.